بإذن الله هنتكلم على موضوعين مهمين جدا في الهاير. الموضوع الأول هو الريتيكولار فورميشن، وده موضوع مهم جدا، والموضوع الثاني هو السليب. البداية بتاعتنا ريتيكولار فورميشن، شبكة ممتدة من الأعصاب موجودة في البرين ستام كله. يعني لو جينا بصينا، ده البرين ستام بتاعنا، سواء ميد برين فوق، بونز في النص، ومظلة تحت، شبكة ممتدة من الأعصاب بطول البرين ستام. الشبكة دي احنا عايزين نعرف عنها كذا حاجة. أول حاجة، يا ترى الأفرنس اللي بتوصل للشبكة دي جاية منين؟ الأفرنس جاية من كذا مكان، وكل مكان بيبعت سيجنال للشبكة دي له هدف مميز. يعني أنا عندي الكورتكس، الكورتكس بيبعت سيجنال للريتيكولار فورميشن. طب يا ترى ليه؟ لأن الريتيكولار فورميشن هنا فيها مركز اليقظة، وهنشرح الكلام ده بالتفاصيل النهاردة. مركز اليقظة هو الأويك فولنس سنتر. أويك أنا متيقظ، اللي اسمها التاني كونشيسنس هو الوعي. فلازم المركز ده هيبعت إشارة للكورتكس، والكورتكس يشغله ونفضل في الدايرة المغلقة دي. يبقى أول أفرنت جاي من الكورتكس، تاني أفرنت جاي من البيزل جانجليا. تعال أفكرك في الموتور بمعلومة مهمة جدا. البيزل جانجليا قلنا إن معظم السيجنالز بتاعتها اللي نازلة من عندها بتبقى انهيبيتوري. انهيبتس مين؟ الفيستيبولر نيوكليوس، وده فيه المظلة، ده جوه شبكة الريتيكولار فورميشن، وكمان يوقف الفاسيليتاتوري ريتيكولار فورميشن، ودي برضو جوه الشبكة. انا بوقف الاتنين دول، معظم شغل البيزل جانجليا انهيبيتوري، وده مهم جدا لازم تكون عارف. طيب ده الافرنت التاني. الافرنت التالت هو الهايبوثالاموس، وعايز اقول لك معلومة مهمة قوي. الهايبوثالاموس بيتحكم في الاوتونوميك فانكشنز. كلمة اوتونوميك اللي اخدناها في سنة اولى ريسبيراتوري او كاردياك، بيتحكم في الكاردياك سنتر، في الريسبيراتوري سنتر اللي موجودة فين؟ في المظلة. يبقى شيء طبيعي الهايبوثالاموس بيبعت إشارة من فوق على مراكز الكاردياك والريسبيراتوري. تعالوا كمان نشوف أفرنت رابع، سيريبيلم. السيريبيلم كلنا عارفين الفيستيبيلو سيريبيلم في الموتور متصل بمين؟ بالفيستيبولر نيوكليوس اللي في المظلة. دايما الإكوليبريم أو الاتزان، الفيستيبولر نيوكليوس في المظلة يبعت للسيريبيلم. فاكرين لما جينا اتكلمنا عن طريق انفيريور بيدانكل يوصل لل فاستيجيال نيوكليوس في النهاية؟ يبقى دي رابع أفرنت عندنا. نقول الأفرنت الخامس، ده بقى اللي أخدناه مع الهاير برين فانكشن، هو فيستيبولر أباريتس. فاكرين لما اتكلمنا على الإينر إير اللي هي لابيرنس، قلنا الإينر إير اللي هو الشعر القصير، فاكرين؟ لما بيميل ناحية الشعرة الطويلة، وعلى هذا الأساس بيتحرك البوتاسيوم من الاندولينف لهنا،
يعمل لي دي بولاريزيشن. ده كان بينقل سيجنال عن طريق فيستيبولار نيرف اللي يروح لفيستيبولار جانجليون ثم فيستيبولار نيوكليوس في المظلة ثم فيستيبولو سيريبيلم ثم سالاموس ثم كورتكس وسميناها فيستيبولار باس واي. يعني الافرنس اللي احنا بنتكلم عليها النهارده هي ذكريات الموتور والهاير برين فانكشن، ودي مهمه قوي، ودايما في الكتب يقول لك ده السنسوري فانكشن اوف ريتيكولار فورميشن، دي الوظيفه الحسيه للريتيكولار فورميشن. طيب هل يا ترى في فانكشنز اخرى او في موتور فانكشنز؟ اقول لك التون. تعالى افكرك معلومه مهمه جدا اخدناها مع الاستريتش ريفلكس. فاكرين في الاستريتش ريفلكس لما عملنا الجدول في السوبرا سباينال كنترول قلنا عندنا سنترز استيميوليت الانتيريور هورن سيل وسنترز تعمل انهيبيشن. اللي يشغل الانتيريور هورن سيل هو مين؟ هو فاسيليتاتوري ريتيكولار فورميشن، ده اللي موجود في البونز، والانهيبيتوري هو المدلري اللي هو الانهيبيتوري ريتيكولار فورميشن اللي هو المضل. ولو جيت وافتكرته كلام زمان قلنا البونتاين ريتيكولار فورميشن لها انترنسك اكتيفيتي، تقدر تشتغل لوحدها مش محتاجة ان الكورتكس يشغلها. لو اتقطعت السكة بينها وبين الكورتكس انا كده كده شغال. اما المدلري ملوش ريتيكولار فورميشن، عشان كده في الابر موتور نيورون ليجن انا بخبي دور المدلري ريتيكولار فورميشن، واشتغل الفاسيليتاتوري وزود التون في الانتي جرافيتي ماسلز، وده سبب الهايبر تونيا. يبقى الموتور فانكشن تذكر التون. طيب انا عايز اقول حاجه مهمه جدا دلوقتي. لو انا سالتك فوائد الريتيكولار فورميشن بصفه عامه هتقول لي ايه؟ وده عنوان مهم، فانكشنز اوف ريتيكولار فورميشن بصفه عامه. احنا قلنا واحد كونشيسنس، ودي هنشرحها دلوقتي بالتفصيل. رقم اتنين، على فكره اكتشفوا حاجه غريبه قوي، زي ما الريتيكولار فورميشن فيها مكان يصحصحني ويخليني مركز 16 ساعه في اليوم وصاحي، في مكان يخليني انام سليب سنتر، وده الجزء الثاني من الفيديو بالتفاصيل. نقول رقم 3 ستريتش ريفلكس، قلناها اهي فاسيليتاتوري وانهيبيتوري ريتيكولار فورميشن. رقم 4، تعال افكرك بالسنسوري. لما اتكلمنا على البين قلنا عايزين نعمل كنترول للبين، سوبرا سباينال كنترول، فاكرين الرافي ماجنس نيوكليوس اللي موجوده في المظله كانت بتطلع سيروتونين، والسيروتونين ده كان بيشغل بين انهيبيتوري كومبلكس، مجموعه الاعصاب اللي كانت بين الافرنت اللي شايل البين تمام وما بين اس جي ار. كنا بنشغل الاعصاب دي بين انهيبيتوري عشان تطلع انكفالين، والانكفالين يروح على بري سينابتيك يعمل له انهيبيشن، وده سبب البين كنترول. الرافي ماجنس في المظله موجوده جوه شبكه الريتيكولار فورميشن،
يبقى ليها علاقة بالبين كنترول. رقم خمسة، كل الفيتال سنترز اللي في المضلة هي جزء من الشبكة. swallowing center, cardiac center, respiratory center. دول فوائد الريتيكولر فورميشن. بس انا عايز اركز على الكونشسنس في اخر جزء، في اول موضوع اللي هو الريتيكولر فورميشن، والجزء التاني من الفيديو هنتكلم عن السليب. فنبتدي نتكلم على الكونشسنس، وده مهم جدا ونركز فيه مع بعض. اهو هنا بدأت الحكاية، الريتيكولر فورميشن اللي مسؤول عن الكونشسنس عمل ايه؟ بعت سيجنال الى الثالاموس لنيوكلياي اسمها نون سبيسيفيك نيوكلياي، بعت لها إشارة. الإشارة دي قال لها إيه؟ قال أنا هعمل لك استيميوليشن. طب قبل ما نكمل يا دكتور، هو مين هم النون سبيسيفيك نيوكلياي؟ هم الميديال نيوكلياي و انترا لامينار نيوكلياي. دول تو نيوكلياي انا بعت لهم اشاره. طب ودول بعتوا اشاره لمين؟ للكل الكورتكس، هول كورتكس. دايما خدها قاعده ان نون سبيسيفيك يعني غير متخصص، يعني انا ما بشغلش حته معينه، انا عامل زي سكرتير لسه مستلم جديد في شغلي. لما ابعت الفايلز اللي بتجيلي ببعتها لأي مدير عندي، فبعت لكل الكورتكس. طب وكل الكورتكس عمل ايه؟ شغل الريتيكولر فورميشن. عشان كده كل كتب الفسيولوجي قالوا الكورتكس استقبل انبوت، معلومة دخلت له، خرج اوتبوت للمكان اللي شغله. فضلنا في هذه الدايرة المغلقة، input للكورتكس يطلع output يشغل الريتيكولار فورميشن، وهكذا. قالوا عليها reverberating circuit، ودي مهمة قوي. كلمة reverberating معناها صدى الإيكو، مش قصدي صدى صوت. يعني انا ببعت لك رسالة، ايه صداها عندك؟ ايه رد فعلك؟ تبعت لي الرد، رسالة رد، وهكذا. reverberating circuit اخدناها في السنسري. المعلومة المهمة، اعتبروا الريتيكولار فورميشن اللي بيبعت السهم الازرق ده، قالوا دي اشارة ascending، اشارة بتطلع من الريتيكولر، يبقى ascending reticular، عشان يعمل ايه للكورتكس؟ activating ثم system. ascending reticular activating system، ودي اختصارها، اول حرف من كل كلمة اراس. واحنا طلبة كنا بنفتكرها بالطريقة دي، هقول لك أراس افتكرها براس، راس اللي يشغل الرأس اللي يصحصح الدماغ، هو ده الراس. هنيجي نقول عليه في بقية الفيديو راس، بدل ما نقول أراس لا نشيل الايه الاسندنج، ما هي مفهومة ضمنا ان السيجنال بتطلع لفوق، يبقى راس اللي يشغل الرأس. النقطة اللي تهمني جدا دلوقتي خلي بالك منها، هو الراس ده ايه الفاكتورز اللي تعمل له استيميوليشن وايه اللي يعمل له انهبيشن؟ تعالوا نفكر، مين اللي يشغل الراس؟ اكيد الكورتكس يشغله وانت تشغلني، صح؟ اكيد يشتغل الراس
مع البين. هتقول لي يعني ايه؟ في فيديو البين قلت لك من كتر الوجع انت ما بتنامش. تعالى افكرك بالرسمة اللي قلناها زمان بسرعة. ادي السباينال كورد بتاعي اهو العادي، تمام، وادي البين دخل وعمل كروس لللاترال هورن، وهو طالع، هو طالع في البرين استيم، وصل هنا عند المظلة، عمل ايه؟ عمل حاجة جميلة جدا، ادى كولاترال. كلمة كولاترال المقصود بيها فرع جانبي اللي هو الاسود. شغل مين؟ الريتيكولار فورميشن. الريتيكولار اللي اشتغل بعت اشارة الى النون سبيسيفيك سلاميك نيوكلياي اللي شغل الكورتكس. عشان كده قلت لك في فيديو البين، ودي كانت سلو بين اللي هو الباليو سباينو سلاميك، خلي بالك مع الوجع انت ما بتنامش، مش قادر تنام، يبقى البين صحصحك. رقم ثلاثة، ودي واحنا طلبة كنا بنعملها، نشرب كافيين اللي هو القهوة، او في بعض الناس كانت بتاخد ادوية تسهر اسمها امفيتامين. الامفيتامين يسهرك، هو والكاتيكول امينز، دول الحاجات اللي استيميوليت الراس، كورتكس، البين، كافيين، كاتيكولامين، امفيتامين. طيب تعالوا نقول بقى، طب وايه الحاجة اللي توقف الراس؟ ايه الحاجة اللي ما تشغلنيش، تعمل لي انهيبيشن، اعكس، عكس كونشيسنس سليب. علشان تنام لازم الراس ما يشتغلش، يبقى دي اكتيفيتد. رقم اتنين، حاجة مهمة قوي ونخلي بالنا منها، خلي بالك راس تيومرز الاورام دي برضو تقلل من وظيفة الراس. طب رقم تلاتة، زي ما كان في ادوية تصحصحك، في تخدير او بنج ينيمك، الاناسيزيا. ما هو الاناسيزيا دي بتنيم البرين كله، تنيمك تماما، تعمل لك انهيبيشن للترانسميشن. يبقى احنا في الفيديو الجزء الاولاني ريتيكولار فورميشن كلمنا على خمسة افرنس جايين منين، فانكشنز بصفة عامة للريتيكولار فورميشن، اتكلمنا عن الراس، فاكتورز ستيميوليتنج ثلاثة، وفاكتورز انهيبيتنج ثلاثة. في الجزء الثاني من الفيديو هنتكلم عن السليب بالتفاصيل، ومهم جدا نكون فاهمين هيحصل ايه. في البداية لازم نبقى عارفين يعني ايه سليب، لازم تكون عارف ديفينيشن. سليب هو فقدان الوعي المؤقت، هو ان كونشيسنس بس بشكل تيمبروري، مؤقت مش بشكل دائم. حتى الناس يقولك النوم هو نصف ميت، لما تصحى قول الحمد لله. طيب مدة السليب هل تختلف مع العمر؟ طبعا، وانت لسه بيبي مولود بتنام 18 ساعة في الانفانت، لما كبرنا ال 18 قلوا بقوا 8 ساعات في الادلت، لما عجزنا اولد ايج بقوا 6 ساعات. دايما كل ما تكبر في العمر كل ما عدد ساعات النوم تقل. ده انا هقول لك كمان على اكتر من كده، النوم بتاعنا ينقسم الى جزئين، نوم باحلام وهنسميه النهارده يعني ايه،
وجزء من النوم نو دريمز. أول ما اتولدنا اللي هو الإنفانت 50% من نومه أحلام، لما بقينا أدلت 20% من نومنا أحلام، لما بقينا أولد إيج تقريبا مفيش دريمز، مفيش أحلام خالص. يبقى أنا عرفت definition of sleep ومدة النوم. تعالوا نقول العنوان التالت، أنواع السليب، المراحل بتاعت النوم. هتلاقوا إن النوم بتاعنا ينقسم إلى نوم بأحلام، قلنا دريمز. اكتشفوا حاجة جميلة قوي، وانت بتحلم عينيك بتتحرك بسرعة تحت جفنك، سموها rapid eye movement. حتى اول اختصار من كل كلمة rapid r i e movement m. وقالوا طب ما تيجي نسميها الاسم الجميل الاختصار رم، وده مهم قوي وطول الفيديو هنتكلم عليه. وجزء من نومك نو دريمز، النوم العميق بمراحله، انت ما بتحلمش، فقلنا عليها ايه؟ نون رم. الان دي نون، لا توجد احلام. السؤال المهم الان، هو انا ليه لما احلم عينيا بتتحرك بسرعه؟ انا عايز تفسير، ايه الميكانيزم لهذا الكلام؟ الميكانيزم للكلام ده هنرسم رسمة مع بعض. ده شكل البرين ستيم، يبدأ الموضوع من هنا، بونتاين نيوكلياي، نيوكلياس موجودة في البونز، او نحطها من فوق شوية، ده البونتاين، حتة دي بونتاين نيوكلياي. تبعت إشارة لمين؟ تبعت إشارة للثالاموس. اتفقنا الثالاموس سكرتارية بوظائف مختلفة، هتبعت لأنهي سكرتيرة؟ المسؤولة عن الفيجن. ما هو أنت بتتكلم على آي، يبقى فيجن، يبقى لاترال جينيكيوليت بادي. فاكرين لما اتكلمنا في فيديو الثالاموس قلنا اللاترال ده فيجن، ده الفيجوال نيوكلياي اوف ذا ثالاموس. اللي هيبعت سيجنال لمين؟ اوكسيبيتال كورتكس اللي فيه الفيجوال سنتر، والاوكسيبيتال كورتكس هو اللي يشغل عضلات العين. يعني انت بتتكلم على بونتاين جينيكيوليت باسواي. ما هو الجي ده هي الجينيكيوليت، قال لك ده عباره عن ممر بقى بدايته بونتاين، يمر بالجينيكيوليت المفهومه لاترال، اوعى تقول ميديال. ميديال ده الاوديتوري نيوكلياي، ده باسواي، وقالوا هو ده سبب الرابيد اي موفمنت او الريم. طب دكتور احنا عايزين نسال سؤال، هو انا كواحد كبير انا بنام 8 ساعات في اليوم، هو الثمان ساعات دول متقسمين ازاي؟ الثمان ساعات دول كل 110 دقيقة تعبر عن one sleep cycle. ما هو الثمان ساعات اضرب 8 في 60 تقريبا 480 دقيقة، كل 110 دورة سايكل، السايكل تخلص تدخل في سايكل تانية وتالتة لغاية ما مدة النوم تنتهي. طب يا دكتور ال 110 دول عايزين نقسمهم، هتقسمهم لإيه؟ لرم 20 دقيقة. إيه ده؟ فترة الأحلام هي تلت ساعة فقط من كل سليب سايكل. طب وفترة النون ريم كام الباقي؟ 90 دقيقة.
هنيجي دلوقتي ونتكلم على الريم، شكل كهربة المخ ايه، اي اي جي، وليه كام مرحلة، ونتكلم على النون ريم بالتفاصيل الآن. كده احنا هنقسم الاسليب بتاعنا، قلنا ديفينيشن وقلنا ديوريشن وقلنا تايبس، ودلوقتي هنتكلم على الاتنين، الريم والنون ريم. تعالوا نتكلم كلام مهم قوي. الريم، تعالوا نرسم الشكل بتاع الاي اي جي. بصوا هيبان ازاي، هيبان كده. ايه المنظر ده يا دكتور؟ انا شايف ان عدد الويفز كتيرة، واتفقنا في الفيديو اللي فات كل ما يزيد النمبر اوف ويفز هتقل الفريكوانسي، هيقل ارتفاع كل موجة لوحده. ده شيء منطقي، العدد زاد ما عنديش وقت اعمل امبليتيود عالي. طب نسأل سؤال، فاكرين جدول الاي اي جي ويفز؟ الفا بيتا والسيتا والدلتا، مين كان اكتر عدد؟ هو البيتا اللي بيعبر عن الاكتيفيتي، حتى وقتها قلت لك من 18 ل 30 هرتز في الثانيه. طب انت ليه تقول الكلام ده دلوقتي؟ اصل وانت نايم بتحلم، دماغك صاحيه وشغاله كانك صاحي، كاني صاحي بالظبط. يبقى انا بسجل ايه؟ بيتا ويفز. فاكرين البيتا لما قلنا صاحي ومفتح عينيك وبتحل مساله، ده البيتا ويفز، فقالوا عنها بيتا لايك. طب هو انا دلوقتي ملاحظ ان في حاجه عكسيه، نايم بس دماغي صاحيه، سموها بارا دوكسيكال سليب، هو النوم المتعاكس. حتى وقتها في الفيديو اللي فات قلت لك ان اللاوعي اللي هو النوم هو وعي اخر، دماغي شغاله. طيب نيجي بقى للنون ريم. النون ريم بدا بايه؟ هو اربعه ستيجز، اربع مراحل، وكل مرحله ولها سبب وليها نسبه من النوم بتاعتنا وليها شكل مميز في الاي اي جي. تعالوا نبتدي بالتفاصيل. اولا اول مرحله بيبقى المنظر ازاي؟ بصوا المنظر اهو، العدد عمال بيقل، العدد بيقل. بصوا مفيش زحمه زي رسمه الرم، الدماغ صاحيه، العدد عمال بيقل. فالعدد لما يقل نلاقي الامبليتيود تعلى سنه. طب يا دكتور ليه العدد قل في النون ريم؟ لان حصل دي اكتيفيشن اوف راس، الراس مش شغال، اللي بيصحصحني ما بقاش اكتف، وبيسموا هذه المرحله اللي هي ستيج 1 دراوزي ستيت. دايما لما تدخل في النوم تقول ايه ده، انا دايخ، سيبوني انا هدخل انام، دي الدراوزي، مرحلة الدروخة. بصوا بقى على اللي جاية، ستيج 2 و 3. ستيج 2 و 3 لقينا حاجة غريبة جدا. بصوا لقينا المنظر ده، ايه ده، حاجات كتيرة قوي، وبعد كده لقينا كده حاجة غريبة جدا اهي كده. ايه المنظر ده؟ ايه المنظر ده وده؟ تعالوا نحط الدايرة. المنظر ده الشخبطة اللي لاصقة في بعض جامد اسمها سليب سبندل، عاملة زي خيوط المخزل، زي بالظبط اللي بتعمل تريكو بنات شغل الإبرة، تلاقي سبندل بكرة الخيط لازقة في بعض، خيوط كتيرة جدا، ده سليب سبندل.
طب والرسمة اللي بعدها بالامبليتيود العالي ده، امبليتيود عالي دي اسمها كي كومبليكس. مفيش كتاب قايل الكي ده رمز الايه او اول حرف الايه، بس هو فسروا لنا المبدأ ده. في السليب سبندل لقينا ايه المشكلة؟ تعالوا افكرك، هنا الراس اهو، وهنا هو النون سبيسيفيك سلامك نيوكليوي، هتقول لي ماشي، وهنا هو الكورتكس. دايما علشان اصحى وما نمش، مين البداية؟ مين رقم واحد؟ هو الراس، هو اللي يشغل ده. والصلمص لما يشتغل خطوة التانية يشغل الكورتكس. مراجع قالوا معلومة مهمة قوي، قالوا دايما الصلمص والكورتكس دايما اتجاههم هو unconsciousness، دايما عايزين يدخلوا في حالة الراحة وعدم الوعي. مين اللي بينبخهم اصحى فوق؟ هو الراس. حصل ايه في اول ستيج؟ ما اشتغلش الراس، نحط عليه علامة اكس، دي اكتيفيشن اوف راس. لما الراس مش شغال، الصلمس والكورتكس عملوا حاجة اسمها سلامو، ده صلمس، كورتيكال اوسيليشنز، ابتدوا يشتغلوا هما الاتنين مع بعض وبس. قال لك خلاص مفيش راس. قلنا له يعني دي مرحلة من مراحل السليب. هو السليب سبندل دي بتعبر عن صلمس زائد كورتكس. طب يا دكتور الكي كومبلكس ده ايه اهميته؟ اهمية الكي كومبلكس حاجة مهمة، رياكت تو external stimuli. يعني يعني وانت نايم ايه اللي بيخليك تصحى من نومك؟ هي الكي كومبلكس. تستجيب لحاجتين، للضوء، لو انا فتحت عليك النور في اوضتك وقعدت اندهلك، او الصوت، الضوء والصوت. دايما الناس بتصحى بالصوت، محمد اصحى، وتلاقي زعق لك تلات أربع مرات وهو بيصحيك للكلية أو صحي طفل المدرسة. هو صحي ليه؟ لأن الصوت الأوديتوري اللي عمل له رياكشن هو الكي كومبلكس. عشان كده قالوا هذه المرحلة اسمها لايت سليب، النوم الخفيف، بمعنى سهل جدا أصحيك، ايزي اويك. دايما في النون ريم المرحلة التانية سهل الصحيان فيها. واقول لك على معلومة مفاجأة، المرحلة التانية دي فيها معظم نومك، معظم نومك في حالة نون ريم. عينيا ما بتتحركش بسرعة تحت جفني. هذه المرحلة فيها كام في المية من نومي؟ 50%. طيب والستيج 1 فيها كام؟ فيها 5%، وستيج 3 و 4 فيها 10 ل 20% من نومك، ده الديوريشن. طب والرم فيها كام؟ من 20 ل 25% من نومك. تعال نجمع، 5% من نومك ستيج 1، ستيج 2 50%، 55، ستيج 3 و 4 10 ل 20، قول 55 و20 75، وده تقريبا 25%، ربع نومك، يبقى 100%. ده 100% وبسليب بالنسبة لنا. طيب نيجي لستيج 3 وستيج 4 وتعالوا نشوف اللي حصل ايه. ستيج 3 لقينا المنظر ده، ايه ده؟ الويفز بقت بطيئة جدا،
slow waves. ما بين التسجيل الأول والتاني هناك بطء. طبعا كل ما الويف تبقى بطيئة ده بيأثر على الامبليتيود. طب يا دكتور ستيج 3 ايه اللي حصل فيها؟ هي نفس طريقة او نفس تفكير ستيج 2، هي فكرة سلامو كورتيكال اوسيليشنز. بصوا بقى على ستيج 4 وانتوا تقولوا لي رأيكم. ايه ده يا دكتور؟ ده الامبليتيود زادت. كل ما تلاقي الامبليتيود زادت يبقى عدد الويفز قلت جدا، يعني دي ستيج 4 وده من هنا لهنا ستيج 3. انا ملاحظ في ستيج 4 ارتفاع، كل موجه زاد معايا، ده معناه ان العدد هيقل في هذه المرحله. وتعالى افكرك بفيديو الاي اي جي. مين البرين ويفز اللي كانت اقل ما يمكن؟ هتقول لي الدلتا ويف، وهو ده اللي حصل. ستيج 4 انت هتسجل دلتا ويف، والدلتا ده كان عدده فاكرين من 2 ل 3 هرتز في الثانيه. يعني اذا انا في اخر مرحله سجلت الدلتا، وفكرك قلنا الفيديو اللي فات الدلتا بحرف الدي تسجل لي ايه؟ ديب سليب، دي ويز دي. طب يا دكتور في اللايت سليب بنسجل ايه؟ سيتا. يبقى اذا انا بسجل بيتا ويف مع الريم مع البرين اكتيفيتي ودماغي صحية، سجلت السيتا مع اللايت، سجلت الدلتا مع الديب سليب. طب يا دكتور في نقطة عايزين نسألك فيها، انت قلت سبب ستيج 1 دي اكتيفيشن ريس، 2 و 3 سلامو كورتيكال اوسيليشنز شغالين لوحدهم، طب وستيج 4 المنظر ده مين اللي شغال؟ كورتكس فقط. اوعى تقول لي الكورتكس شغال احنا مصحصحين، لا ما تنساش ان في اول مرحله احنا وقفنا نشاط الراس، علشان كده هي دي الستيجز اوف سليب بتاعتنا. في ستيج 4 سلاميك نيورونز ار هايبر بولارايزد، خلاص الثالاموس ما بقاش شغال، مش بيساعد الكورتكس، هما الاتنين في 2 اند 3، بقى عندي فردة واحدة بس وهي الكورتكس. السؤال المهم بعد ما استعرضنا الاتنين، ازاي بيحصل التتابع؟ ودي مهمة قوي. انا قلت لك عندك كل دورة نوم 110 دقيقة، تخلص نبتدي دورة جديدة، تخلص دورة جديدة حتى الصحيان. طب السؤال كيف حدث التتابع؟ وده مش هتلاقيه في كتب الفسيولوجي بتاعة الطلبة. أنا بقوله ليه؟ بقوله علشان تفهمه وتلاقي الموضوع لذيذ، ثم نقول جدول المقارنة بين الرم و النانرم. نبتدي الاول ازاي حصلت التتابع. بصوا معايا، الطبيعي النوم بتاعي يبدا بالنانرم. النانرم على فكره اسمها الاخر سلو ويف سليب. ليه؟ لان ستيج 3 وستيج 4 فيهم سلو ويفز اللي رسمناهم، عشان كده قالوا طب تعالى نسمي مرحلة النوم دي حسب الويفز المنتشرة فيها. ده النانرم بدأ قعد مدته كام؟ 90 دقيقة. السؤال المهم مين اللي شغل النانرم؟
عايزك تعرف معلومة مهمة، إن النون ريم أساساً هو اللي بيشغله سليب سنترز موجودة في الريتيكولار فورميشن. فاكرين لما قلت ريتيكولار فورميشن في مركز اليقظة وفي مركز النوم؟ ده في يا جماعة مراكز نشطة تخلي عينيك تتحرك ببطء. المراكز دي هم مين؟ هم اتنين، مركز اسمه رافي ماجنس، وده بيطلع سيروتونين، ودي وظيفة تانية للسيروتونين، مش بس بين كنترول، ده كمان نون ريم. ومكان اسمه لوكاس سيريولاس، وده بيطلع نور ادرينالين. المكان ده بيشغل نفسه بنفسه. المكان ده يا جماعة اوتوماتيك سيلف، بيشغل نفسه بنفسه. طب يا دكتور، طب بعد ما التسعين دقيقة تخلص ايه اللي هيحصل؟ بصوا معايا، يجي السنتر سليب سنتر اللي موجود برضو في الريتيكولار فورميشن اللي هو مين؟ اللي هو الريم، يبتدي يشتغل. طب هو الريم ده بتاع الاحلام يا ترى اساميهم ايه؟ اسمين، بيدانكيولو بونتاين نيوكليوس، ده مهم، وفي واحد اسمه لاترال دورزال تيجمنتم، ده موجود في الميد برين، واحد في البونز اللي فوق والتاني ميد برين. ده يشتغل مدة كام؟ 20 دقيقة. طب بص بقى معايا اللي هيحصل، نفترض اهي عند المنقط هنا انتهت اول سليب سايكل، خلاص الدورة الاولى خلصت، عايزين نكررها، يبقى لازم اعمل ايه؟ ارجع ابتدي تاني بمين؟ بالنن ريم. طب مين اللي قال للنن ريم يبتدي؟ بصوا العظمة بتاعت ربنا، الريم اشتغل تلت ساعة، اول ما التلت ساعة بتخلص هو من نفسه يبعت اشارة استيميوليت النن ريم سنتر جاره اللي فيه البرين ستيم، يقول له يا رافي يا ماجنس يا لوكاس اشتغل. فالنن ريم يعمل ايه لمركز الاحلام؟ يعمل له انهيبيشن ماينس، انت بتشغلني وانا اوقفك، ما هو ما ينفعش نحلم وما نحلمش، لا يا ابيض يا اسود، هنا فترة اللا احلام التسعين دقيقة. طيب ولما التسعين دقيقة في السايكل الجديدة تخلص ايه اللي يحصل؟ بصوا النون ريم يعمل ايه؟ سيلف اوتو انهيبيشن، قال لك انا هوقف نفسي بنفسي، خلاص مش هدور على اللي يوقفني، لا انا اوقف نفسي بنفسي. وبعد كده يشتغل مين؟ بعد كده يشتغل الريم سنتر، وهكذا. هو ده التتابع الجميل اللي لازم نبقى عارفينه بين الاتنين. في معلومة مهمة جدا عايز اقولك عليها، الريم، ايوه دماغك صاحية هتقولي طب وانا ازاي افرقه عن الصاحي ومفتح عينيه؟ قالوا ان الريم بيشتغل بالكولينيرجيك نيورونز فقط. طب والامينيرجيك؟ لا، ما بيشتغلش بادرينالين ونور ادرينالين، ما يشتغلش بالكلام ده. اما الصاحي اللي مفتح عينيه الاتنين شغالين، كولينيرجيك وامينيرجيك. طيب نيجي للنون ريم، ايه الترانسميتر اللي شغال عنده؟ الكولينيرجيك؟ لا، امينيرجيك. يبقى انا ملاحظ حاجه من خلال البورد باينه قوي، ان الترانسميتر اللي بيشغل الاتنين مختلف، اما الانسان الصاحي بيبقى عنده الاتنين شغالين. نيجي لجزء مهم جدا، هو المقارنه اللي في اي كتاب في السيولوجي ما بين الريم والنون ريم،
بعد ما فهمنا هذا التتابع الجميل، تعالوا نعمل جدول مقارنة بين الاتنين موجود في أي كتاب وبيجي كتير نظري ولازم نفهمه. أول حاجة الرم، يا ترى بيبقى مدته كام؟ لسه قايلينها 20 دقيقة، والتاني 90 دقيقة. النقطة التانية شكل الاي اي جي، قلنا الرم بيتا، تحس ان الكلام تكرار، والنون رم بيبقى ايه؟ سيتا ده لايت سليب، ودلتا هو ديب سليب. نيجي الرقم 3، منطقية جدا لازم تتقال، اخبار المسل تون ايه؟ بمعنى وانا نايم وبحلم، هل يا ترى وانت بتحلم تقدر تقوم من نومك؟ الاجابة لا، ما اقدرش اقوم. طب ليه؟ اصل الرم سببها سليب سنتر. السليب سنتر ده عمل ايه؟ عمل انهيبيشن للراس، والراس لما يبقى انهيبيتد هيقلل التون. يبقى انا عامل انهيبيشن للراس، والراس لما يقف التون يا جماعة هيقل، فهنا التون قل. طب والنون ريم التون قل. اكتشفنا حاجة جميلة، اكتشفنا ان فترة الريم التون قل جدا مقارنة بالنون ريم. يعني دايما كل الكتب تقول لك ايه؟ في الريم بيبقى فيه ماركد هايبو تونيا، طب والنون ريم مايلد هايبو تونيا، ده مايلد وده ماركد. ودي من عظمة ربنا. تخيل وانت بتحلم حلمت بواحد بتعمل معاه مشكلة وهتقتله، ما ينفعش تنفذ حلمك. ليه؟ انت عندك هايبوتونيا عنيفة، ما تقدرش تقوم من نومك وتنفذ هذا الحلم. عشان كده الكتب قالوا ايه؟ ماركد هايبوتونيا، كل العضلات ما عدا اي ماسلز، ما عدا عضلات العين، بدليل انك قلت ايه؟ رابيد اي موفمنت. نيجي للفرق الرابع، هو انا لما بحلم ببقى اكسايتد، جريت ورا واحد هيموتني بستخبى منه كانه فيلم اكشن. دايما النوم بيبقى الاحلام فيها هو تنفيس عن رغبه مكبوته، فدايما تلاقي اخبار الريسبيراتوري ريت والهارت ريت والبلاد بريشر عاليين في الرم قليلين في النون ريم. طب نيجي للفرق الخامس، الثريشولد اوف اويكفولنس، هو مين سهل نصحيه؟ النون ريم. فاكرين الكي كومبلكس في ستيج 2 اللي بتتفاعل مع الصوت والضوء وتصحيك من نومك؟ احنا بنصحى في ستيج 2، مهمة جدا في النون ريم، يبقى ده سهل نصحيك. طب الريم صعب جدا نصحيك وانت بتحلم، صعب جدا. طب الفرق السادس حركة العين، هو وانا بحلم لقوا ان في مايوزس بيوبيلو كونستريكشن، طب وانا ما بحلمش تعالى افتح جفني ما تشوفش السواد تشوف البياض بس، فقالوا عنها اي ديفييت اب، الاي بتتحرك لفوق. اقول لك الفرق كمان السابع، السليب ووكينج او توكينج، المشي وانا نايم او الكلام وانا نايم، دي موجودة في مين؟ في النون ريم، ومش موجودة في الريم. وده من عظمة ربنا علينا. انا قلت لك ليه صعب تنفذ احلامك، تقوم من نومك وتنفذها؟ ليه؟ انت عندك ماركد هايبوتونيا، مفيش كونتراكشن،
وانت قادر تقف، انت ما عندكش سليب ووكينج، ما تقدرش تمشي وانت نايم، ده كمان صعب تصحى. threshold of awakefulness very difficult. تلات اسباب تمنعك تقوم من نومك. كان زمان في مسلسل لفؤاد المهندس في السبعينات كان اسمه عيون. كان فؤاد المهندس عنده مرض sleep walking، بيمشي وهو نايم، لكن المسلسلات والافلام العربي بيعملوها علميا غلط، خلوا البطل يبقى مغمض عينيه ومادد ايديه لقدام وماشي، ماشي بقى على بلكونة، ماشي على حبل، طبعا كلام عشان الناس تضحك، علميا غلط. لا، sleep walking انت ماشي وانت مفتح عينيك ولكن مش مركز. في امريكا كان في واحد عمل جريمة قتل، والمحامي بتاعه قال يا جماعة اعذروه، ده بيمشي وهو نايم، ده مريض. الامريكان ما بيضحكش عليهم، جابوا الراجل ده ونيموه وحطوا له الكترودز تسجل الاي اي جي ويفز، ولقوا ان هو عنده ايه، انه كذاب. ازاي؟ لقوا ان الراجل ده عنده هايبوتونيا، ما بيقومش وهو نايم، يبقى ما دام ما بيقومش وهو نايم يبقى هو ما عندوش sleep walking disorder. المفروض يكون عندك التون عالي بالرغم انك في sleep، ده معناه ان انت مريض. وكمان لما جم شافوا الاي اي جي بتاعه لقوه في حالة السيتا والدلتا ويف. لو انت في النون ريم لازم يبقى الوضع مختلف معاك، برين اكتيفيتي عالية والتون زيادة وانك بتتحرك لوحدك. لا، فحكموا عليه بالاعدام، ودي كانت نقطة مهمة جدا. اخر جزئية في الفيديو مجرد عناوين، هي sleep disorders، مشاكل النوم بالنسبة لنا. مشاكل النوم بالنسبة لنا قلناها قبل كده، اول مشكلة insomnia، فاكرين؟ أرق، لا أنام، قلناها في الهايبر ثايرويديزم، ما بينامش، أكتيفيتي عالية قوي في الراس. عكسها هايبر سومنيا، دي معناها بينام كتير. مريض الهايبوثايرويديزم يقولك أنا بنام 18 ساعة، 18 ساعة تنامهم؟ ده أنت المفروض تصحاهم. رقم ثلاثة السليب ووكينج، ودي اسمها العلمي صم نام بيوليزم. ورقم اربعة ممكن يبقى في سليب توكينج، تتكلم وانت نايم. ورقم خمسة عندك نوكتورنال انيوريسز، بتعمل يورين على نفسك وانت نايم. وفي ناس يقول لك سليب ابنيا، سليب ابنيا دي مشكله انك ممكن تبلع لسانك وانت نايم. في نهايه الفيديو عايز افكرك بالريتيكولار فورميشن، اتكلمنا عن خمسه افرنس، اتكلمنا على فانكشنز عموما خمسه للريتيكولار فورميشن، اتكلمنا على الراس اللي يشغله ثلاثه اللي يوقفه ثلاثه، اتكلمنا على السليب ديفينيشن ديوريشن وفتره الاحلام ويعني ريم ونون ريم والسبب لكل مرحلة في النون ريم وتتابع الريم والنون ريم ازاي في كل سليب سايكل، وعملنا جدول المقارنة بين ريم ونون ريم في نقاط كثيرة، وانتهينا بسليب ديس اوردرز.